أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم رز بلبن بنفس التكات والحركات بتاعت المحلات، إن شاء الله يعجبكم. طبعا أول حاجة معانا المقادير: كيلو لبن، كوباية رز، السكر حسب الرغبة، 2 فانيليا، نص معلقة نشا، ممكن نستغنى عن النشا كمان. تمام. طبعا اللبن انا غليه كويس جدا، وبعد كده حطيته في التلاجة ساعة كده، لما سقع طلعته. تمام. اول حاجة طبعا هبدأ اشتغل فيها، لان هغسل الرز وانزله ايه في الحلة. وتعالوا معايا على البوتاجاز اقول لكم انا هعمل ايه. طبعا حلة على النار، هنزل كده بالراحة كده المية، بسم الله. وبعد كده ايه، هنزل كوباية الرز غسلتها طبعا، بس كده هسيبه بقى على النار لما الميه تشرب الرز خالص. انا مش عايزه اي ميه في الرز، والرز يكون استوى معايا. تمام. لما يستوي الميه والرز يشرب الميه هرجع لكم تاني اوريه لكم لما كده خلصته. تمام. الرز اهو معايا، الرز شرب الميه كلها، مفيش ميه خالص اهو. انا عايزه كده واستوى كمان معايا اهو، بصوا ما شاء الله استوى ازاي بقى جميل. ابدا بقى انزل اللبن بقى عشان ايه الرز يشرب اللبن كله، يبقى نفس ايه، يبقى طعم رز بلبن. بسم الله. شايفه اللبن متلج؟ طبعا انا كنت حاطاه في التلاجة زي ما قلت لكم. هسيب شويه صغيرين كده عشان ايه لو احتاجنا نشا ولا حاجه ارجع ايه عامله النشا فيها، معلقه. وطبعا برضه احط السكر حسب الرغبه. بسم الله. هبص الرز اهو، بسم الله ما شاء الله شرب اللبن كله، وبصوا ما شاء الله عامل وش ازاي على الرز، ما انتوا شايفين كده ليه، اللي انا كنت مهديه النار خالص عليه والرز بيستوي مع اللبن، سيبته خالص مهديه لغايه لما يستوي وشرب اللبن كله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. دلوقتي بقى هبدا احط الفانيليا اهو، تفضي الفانيليا كده، بسم الله، وهقلبها. واهم حاجة يا جماعة وانتوا بتسووا الرز في المية، لما تحط الرز على المية سيبيه يغلي غلوة كده، وبعد كده هدي النار خالص عليه وما تقلبهوش. لو قلبتيه الرز هيسقط تحت وايه ويلزق في الحلة، فانت ما تقلبهوش خالص، سيبيه كده هو يستوي مع نفسه وانت ايه مهدية النار. تمام كده. هنا طبعا معايا اللبن، احط النشا، مش عايز احط نشا، هو كده مش محتاج اصلا نشا، بس انا هحط ايه معلقة صغيرة خالص، يعني انا جايبة نص معلقة في المقادير، لا ده انا هحط نصهم، يعني انا جايبه نص معلقه، انا هحط نصهم بس كده، مش عايزه ما تحطيش، هو مش محتاج. مع اللبن كده واقلبه بس كده، هفضيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبه بس تقليه بس كده، خلاص كده هو مش محتاج حاجه تاني، هو كده تمام. ابدا بقى اغرفه في طبق التقديم بقى واسيبه، واغطيه طبعا. لازم تغطيه عشان الوش بتاعه ما ينشفش منك، لو حطيتيه في التلاجة او سبتيه بره لازم تغطيه. تمام. شويه رز بلبن بجد لا يعلى عليهم، بسم الله. بص الخليط عامل ازاي زي ما انت شايفه كده، هو انا بحاول. غرفت الطبق التالت اهوت برضو، ما شاء الله بصوا شكله جميل ازاي، يا ريت تجربوه هيعجب اولادكم ان شاء الله، ونفس بتاع المحلات بالظبط بيعملوه كده، مش بيحطوا عليه اي اضافات تاني، ولا بيحطوا عليه كريمات جانتي، ولا بيحطوا عليه قشطه ولا اي حاجه، هو زي ما انا بعمله كده بالظبط. وكمان لما احطه في التلاجة هيعمل زي ايه، زي كريمه كده، كريمه كده على الوش هتشوفيها لما احطها في التلاجة نص ساعه واطلعها عشان اوريها لكم. بس بسم الله ما شاء الله طريقه جميله وبسيطه جدا، يا رب تعجبكم. انا هحطه في الثلاجه نص ساعه عشان اوريكم ازاي عمل كريمه على الوش، وان شاء الله يعجبكم. حبايبنا طلعت الرز من الثلاجه اهوت، كنت مغطياه طبعا زي ما انتم شايفين كده، بصوا بسم الله ما شاء الله جميل جدا شكله، الله اكبر زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا كده بصوا زي ما انتم شايفين، بسم الله، بصوا ما شاء الله عامل كريمه ازاي، بصي ما شاء الله الرز جميل جدا وعامل كريمه، يا رب يكون عجبكم بجد، طريقته جميله جدا، يا ريت تجربوها
وتقولوا لي ايه رأيكم وطعمه. بسم الله ما شاء الله فعلا ممتاز. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.